بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوادي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الوادي المبارك. وفي الحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة آتي من ربي فقال: صل في هذا الوادي، أو صل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الوادي المبارك وهذا وادي العقيق. ومما تتميز به المدينة أن في بعض المواقع، كما أن في هذا الوادي وادي مبارك، هناك بالمدينة وادي ذكر أنه على درعة من درع الجنة، وهو وادي قطحان على درعة درع الجنة. ما يذكر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ركب عليه الصلاة والسلام وأتى إلى العقيق، وكانت معه السيدة عائشة، فقال: جئنا من هذا العقيق أو من هذا الوادي. وذكر عليه الصلاة والسلام كذلك، أو كما قال: فما ألين موطئه وأعذب ماءه. فقالت يعني السيدة عائشة: يا رسول الله، أفلا ننتقل إليه، يعني إلى الوادي، الوادي المبارك؟ فقال: كيف وقد ابتنى الناس، يعني الناس اللي هم الصحابة بنوا في المدينة بجوار المسجد النبوي، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف على الصحابة، لأنه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى في هذا الوادي لأتى الصحابة من حوله عليه الصلاة والسلام. ويذكر كذلك أن ببداية وادي العقيق من جهة أبار علي اللي هو مسجد نبوي، المسجد المعرس أو معرس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مسجد آبار علي الآن هو الميقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى من خارج المدينة يعرس، أي يعني يبات تلك الليلة ويدخل المدينة بالنهار. فكذلك على هذا الوادي هناك من المساجد النبوية، غير أن كذلك مسجد ذو الحليفة أو مسجد الشجرة يعتبر من المساجد النبوية. تغطية سريعة بمناسبة هذه الأجواء الجميلة عن وادي العقيق، الوادي المبارك.